في شيء؟ ليه عم تتبسمي؟ ما في شيء. أنا شبعت بدي أنام. كنت خايف إنك ما تحبيه للبيت. بالعكس. يا لطيف شو حبيته لهالبيت. عشقته بكل تفاصيله. كثير فيه حنية ودفى. بتعرفي ليش فيه حنية ودفى؟ ليش؟ لأنه ميوش عايشة فيه. مو صحيح الكلام. لأنه ميوش وتيم عايشين فيه. خايفة شي؟ مستحيل خاف وانت معي. بس أنا خايف عليك كتير. خايف يقدروا يوصلوا لك وفعلا ناويين يأذوكي. ما حدا رح يقدر يوصل لي وانت جوزي. ميوش لهالدرجة بتوثقي فيني؟ شو صار جو؟ طمني. وليد رفض يقابلني. بتحكي جد؟ وحفلة السبت كنسلت. شو؟ مش عايز اسمع صوتك خالص. صمت. كل ما اكلمك عن امك كنت بتزعلي مني، صح؟ صح؟ انت متخيل ان انا راجل سادي احب اعذب في الناس وبس، كاني بستمتع بعذبهم خالص. قول القصه ان انا شفت الذل والويل يوم ما تعرض البرومو لحد اللحظه دي. ليه؟ طب جو خلينا نلاقي حل. حل؟ حل مين يا امه حل؟ انت عارفه كم حفله اتكنسلت من وقت ما اتزهق البرومو؟ ولا ما انتش حاسه؟ بس ماما ما خصها يا جو. ماما ما خصها؟ يلا يلا مشي مشي. جو روق شوي. شو بقدر اعمل لك تتروق؟ أخوكي وأمك هما سبب المصايب، هما اللي هيدمروكي، وأنا قايل لك الكلام ده قبل كده 100 مرة. عارفة لو شلتيهم الاتنين من حياتك هتبقي عنب عنب. وبطلي بطلي تدافعي عنهم تاني. ها؟ طب شو بقدر أعمل لك لترجع تقوى جو؟ تعملي إيه عشان أقوى؟ تقولي من وشي. يلا 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 سامح. يلا يلا امشي. يلا سامح يا بنتي سامح.